السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ان شاء الله اليوم بنسوي احنا شغله جديده اول مره نسويها، اسمها يعني سيزن 1 والسيزن 2، او الموسم الاول والموسم الثاني. احنا بامكاننا ناخذ الصور القديمه لاي سديم، وهذا نسميه يعني سيزن 1، وناخذ الصور اللي راح نصورها اليوم. أنا بالفعل صورتها خلصت، وراح تكون هذه الصور سيزن 2، يعني ناخذ الصور القديمة ونضيفها مع الصور الجديدة. وهذه الصور راح تعطي يعني وضوح أكثر للصورة وألوان أفضل. طبعا اللي يصور دائما عند المصورين الفلكيين، إذا صور مثلا هذه السنة أو السنة اللي فاتت أو اللي قبلها، دائما يحتفظ بالصور الأصلية مع الفلات. أهم شيء إن يعني تحافظ على الفلات، يعني الفلات فيلد هذا أهم شيء لازم تحافظ عليه مع مجموعة الصور اللي تصورتها مثلا السنة اللي فاتت. تقدر تستعملها مرة ثانية مع صور جديدة وتظهر على نتائج أفضل إن شاء الله. اليوم أنا السنة اللي فاتت في شهر 5 صورت سديم أوميجا M17، وكانت صورة جميلة جدا. وأنا يعني من أمس واليوم صورت أيضا سديم أوميجا مرة ثانية، وراح نضيف إن شاء الله هذه الصور اللي صورناها اليوم مع الصور اللي صورناها قبل سنة وشهر. هذا راح يعطي جمال أكثر للصور ووضوح أكثر، والألوان راح تكون أفضل. يعني بإمكانك أنك أنت تصور سنة ثالثة ورابعة وخامسة وتضيف الصور هذه كلها مع بعض. فهذا بس أهم شيء أنك أنت تحتفظ بالفلات، لازم تحتفظ بالفلات. وفي شيء ثاني، طبعا التلسكوب لازم تلف حسب يعني اتجاه السديم. مثلا اذا السديم كان مثلا صورناه بهذا الاتجاه، وهذه السنة انا صورت السديم، يعني انا كنت محرك التلسكوب اساس اني نظفته ورجعته، فما رجعته نفس مكانه بالضبط، رجعته يعني بالاتجاه هذا. فالسديم طلع معنا، طبعا كان بهذه الطريقة افقي، الان صار رأسي. راح نحط السديمين مع بعض، راح يكون بهالطريقة، يعني واحد أفقي وواحد رأسي. لكن شنو يصير؟ راح نقص معظم الحواف الصورة، بس راح نخلي السديم في الوسط. وهذه طبعا هذه الغلطة اللي أنا غلطتها هذه المرة. المفروض من الأول إني أنا أتأكد من الصور القديمة قبل لا أصور صور جديدة. يعني تأخذ صورة وتقارنها بالصورة القديمة، إذا كانت مثلا باتجاه ثاني تلف التلسكوب لغاية ما يعني تخلي السديم باتجاه السديم السابق، حتى يعني لا تأخذ
لا تقص كثير من الاطار الصوره، لكن هالمره يعني راح نقص يعني جزء كبير من الصوره. مو مشكله، احنا اهم شيء عندنا السديم، لان السديم الوحده حواليك يعني ما في شيء، مجرد نجوم، فمو مشكله اذا قصينا. فانا الحين مجهز الصور، صورت خلصت، صار لي يومين اصور، وان شاء الله راح نبدي بتجميع الصور. خلونا الان نتجه الى برنامج استرو بيكسل بروسيسور، ونبدي ان شاء الله في اضافة الصور، وبوريكم الطريقة انا شلون كيف انا استعمل سيزن 1 وسيزن 2 في البرنامج هذا. طبعا لازم تقول حق البرنامج ان هذا الصور سيزن 1 والصور الجديدة سيزن 2، وتحط حق كل سيزن الفلات والماستر ماله الخاص فيه، بعدين هو البرنامج راح يدمج هالصور مع بعض. الآن أنا راح أكتب اسم السديم، راح أكتب الام 17، راح أكتب ام 17، وراح أضيف له حتى أميز إن هذا الصور هذه عن صور ثانية، فراح أكتب سيزن 1 يعني راح أكتب اس 1 و اس 2، يعني عندي سيزن 1 وسيزن 2. طبعا بالسيزن قلنا لازم تكون انت معلم على مالتي سيزن، هذه ضرورية لازم تسويها. الآن نبدي نضيف الصور. الصور القديمة اللي صورناها السنة اللي فاتت موجودة هنا في هذا الفولدر نيبولا ام 17. طبعا انا ما راح استعمل هاي الصور هذه كلها اللي هي اللي انا عالجتها، هذه نهائيا ما راح استعملها. انا راح استعمل الصور الاصليه اللي انا صورتها فقط، الصور الاصليه اللي هي الاتش الفا او 3 او الاس 2. الان اضيف اول 10 صور اتش الفا، راح اختار اتش الفا واضغط اوكي. الان راح يسالني اي سيزن هذا، فراح اختار سيزن 1. الان هذا هو يحط ان هذه الصور تبع سيزن 1 اللي هو السنه اللي فاتت، راح اضغط سيزن 1. تلاحظون هنا تحت بالاحمر كتب سيزن 1، تكون هنا مكتوب سيزن 1. الان نضغط لايت مره ثانيه وناخذ الاكسجين 3 الاكسجين فيه. طبعا هذا الفيديو راح يكون شوي طويل، لكن لان هذه العمليه اول مره اشرحها لكم فراح تطول معي، لان ابي اشرحها بتفاصيلها. راح اختار الاكسجين 3 وراح اختار سيزون 1 وراح اضغط مره ثالثه واخذ الكبريت. الكبريت عندي فقط 5 صور، وراح اختار سولفر وراح اختار سيزن 1. الان صور سيزن 1 خلصت منها، انا باقي شنو؟ لازم اجيب الماستر الخاص فيهم، فاروح الى ماستر فلات. هذا الماستر انا دائما يعني احتفظ بالماستر في حال ان انا بعمل سيزن 1 وسيزن 2، يعني كل سنه بضيف الصور مع بعض. فالآن يجي حق الماستر وآخذ ماستر فلات حق هيدروجين ألفا، وأضع هيدروجين ألفا وأكتب أيضا سيزن 1. أي أضغط فلات مرة ثانية وآخذ الأكسجين 3 ونعمل نفس الطريقة، نعلم على الاكسجين 3 ونعلم على سيزن 1. مرة ثالثة راح ناخذ السولفر و
نعلم عليه ونعلم على سيزن 1. الآن ماستر دارك، راح ناخذ الماستر دارك ونضغط على all channels كل قنوات سيزن 1. فهني ايضا راح نختار سيزن 1 ان هذا الدارك فريم خاص حق سيزن 1، ما يحط لا يخلطه مع سيزن 2. وناخذ ماستر بايز وكله طبعا all channels وكله سيزن 1. يبقى عندنا الباد بيكسل ماب. الباد بيكسل ماب ما يحتاج انك انت تحطه لانه هو راح يعمل باد بيكسل ماب ثاني، بس اهم شيء ان عندك الدارك والفلات والبايز، هذا اهم شيء. زين الان خلصنا سيزون 1، الان نجي حق مره ثانيه اللايتني، نضيف صور سيزون 2 اللي انا يعني صورتها امس واليوم. راح نجي الى اللايت، راح اخذ الصور هذه. انا صورت 20 صوره اتش الفا، انا يوم كامل بس اصور اتش الفا. زين بسرعه اقول له اتش الفا، هني راح اقول له هذه الصور سيزن 2. علمنا سيزن 2، هذا سيزن 1. لاحظوني سيزن 1 بعدين نزلهم حطهم هني سيزن 2، هذا سيزن 1 هذا سيزن 2. الان الاكسجين هذا سيزن 1، راح تشوفونه الان يحط سيزن 2. نضيف الاكسجين، هذا الاكسجين عندي 10 صور، راح اقول له اكسجين 3 سيزن 2. راح نضيفهم الان، تلاحظون سيزن 2 سيزن 1 وسيزن 2 يم بعض. الثالثه راح اضيف الكبريت، الكبريت ايضا 5 صور، راح اقول له سولفر 2 وسيزن 2. الان انا خلاص من اللايت، باقي عندي شنو؟ باقي عندي الدارك والبايز والفلات. راح اضع ماستر فلات، انا عندي ماستر جاهز، راح احط ماستر فلات الهيدروجين الفا واختار سيزن 2. نفس العمليه اللي سويناها سيزن 1 راح نسويها بسيزن 2. اوكسجين 3 راح نقول له هذا اوكسجين 3 سيزن 2، راح اضغط مره ثانيه مره ثالثه والسولفر، راح اقول له هذه سولفر سيزن 2. الان ماستر دارك، ماستر دارك عندي 300 طبعا على حسب الوقت اللي صورت فيه، راح احط سيزن 2. يبقى عندي ماستر بايز، هذا ماستر بايز و all channels، وراح اقول له season 2. الان هذه العمليه احنا انتهينا منها خلاص. نجي هنا نقول يعمل create masters، بل ماسترز موجود بس هو راح يعمل، راح يضيفهم على الصور، بس راح يعمل باد بيكسل ماب حق في season 1 و season 2. اول شيء انا راح اعمل دايركتري جديد، راح احط دايركتري جديد، راح اكتب عليه 17، حط تاريخ اليوم، اليوم 10/6/2022. الان انا راح احط الفايلات كلها بحطها في الفولدر واقول له كرييت ماستر. طبعا العمليه الان راح تخلص بسرعه لان الماستر احنا مجهزينه، بس هو راح يعمل فقط الباد بوكس الماب.
فاحنا الموضوع ما يمكن ما يطول 5 دقائق يعني. انا اوقف التسجيل وارجع لكم بعد ما ينتهي. وانا بس بوريكم شغله قبل لا يعني تنتهي هذه العمليه. انا اوريكم شغله ضروريه يعني، بشرح لكم هذه الشغله. هذه العمليه خلصت صوتها. انا اوريكم هذا. هذا مثلا السديم اللي احنا صورناه السنه اللي فاتت. شوفوا هذا السديم، لاحظوا اتجاهه بهذا الاتجاه. الان السديم هذا الاتجاه ماله، لاحظينه بهالطريقه رايح. شوفوا السديم اللي انا صورناه شوفوا السديم هذا اللي صورناه امس واليوم. السديم وين رايح؟ هذا اتجه الى هذا الاتجاه. الصوره الاولى بهالطريقه وهذا بهالطريقه. هذا ايش معناته؟ يعني خلينا نقول هذا الان عندنا هاي ورقتين. الان كذي هذه صوره وهذه صوره. هذه صوره بهالطريقه وهذه صوره تكون بالعرض يعني كذي بهالطريقه. يعني صوره بهالطريقه، هذه بهالطريقه، الصورة راح تكون بهالطريقة. فلما نحط صورتين يعني مع بعض، هذا الزايد اللي برا هذا راح ينقص كل هذا، بس راح يظل الوسط. وهذه يعني غلطة أنا يعني سويتها، إن أنا صورت السديم واعتقدت إن التلسكوب على يعني على نفس نفس ما تركته أنا السنة اللي فاتت. أنا دائما بعد ما أفك نظفة دائما عندي علامة رجع على نفس العلامة، حتى يعني تظل الصورة إذا صورتها السنة نفس الصور القديمة نفس الاتجاه. بس ظاهر إني أنا ما كنت انتبه على هالموضوع هذا شوي. المهم هاي العملية خلصت الآن. خلينا نشوف صورة من الصور. هذه طبعا صورة لاحظوها، هذه سيزون 1 كاي. هذه الآن سيزون 1 شايفينها؟ نسكر. سيزون 1 شوفوا هذه صورة سيزون 2 شايفينها بهالاتجاه عكس بعض. هذا راح يخلي لما يدمجون الصور راح تشوفونها بالاخر كيف يعني. هذا معظم الصور راح تنقص. هذه يعني المشكلة الوحيدة اللي انا ما انتبهت عليها. الان خلينا نروح المرحلة الأخيرة ونختار نفس الفولدر، راح يكون نفسه، ونضغط انتجريت. والان هو راح يبدي في تجميع الصور. راح يبدي الان في تجميع الصور. طبعا هذا راح ياخذ وقت طويل يعني بحدود 20 دقيقة او اكثر. فإن شاء الله بعد ما يخلص أرجع لكم. الآن هذه العملية انتهت. لاحظوا شكل الصورة الآن. هذه الآن أنا أوريكم بس. هذا تلاحظون هني بالأحمر، هذا مش مكتوب هنا سيزون 1 وسيزون 2، يعني هذه الصورة مدموجة، يعني صورة سيزون 1 وسيزون 2 مع بعض. تلاحظونها واحدة بالعرض واحدة صارت بالطول. بس يعني يبين أكثر معانا لما نحط الـ H ألفا. شوفوا الآن هذا فلتر الـ H ألفا. لاحظينه يعني صورة تكون صارت بالعرض وصورة صارت بالطول بالطريقة هذه، يعني شوي مايلة بهالاتجاه. وهذه الغلطة اللي أنا يعني سويتها. كان المفروض إني يعني ألف التلسكوب حتى يكون نفس اتجاه الصورة الأولى. لكن انا ظنيت ان التلسكوب انا مراجع على نفس العلامه، بعد ما انتهيت من التصوير انتبهت على هذا الامر. لكن مو مشكله يعني، احنا راح نقص الصوره لغايه هذا المكان، لان ما احنا محتاجين. لاحظوا معظم الصوره نجوم، فاحنا نبي فقط يعني السديم، ما نبي شيء ثاني. الان هذه انتهت. خلونا نروح على تولز ونبدي كومباين ار جي بي. طبعا انا الحين
راح اساس بالي اطول عليكم الفيديو وايد، لان في بعد اخوت الشوب وهالامور هذه. بس انا راح اسوي صوره واحده الان، لان انا الوقت الان تقريبا قريب الساعه 2 من الفجر، روحي تعبان يعني. فان شاء الله باكر اكمل لكم باقي الصور. الان هذه الصور اللي احنا هذا الباد بيكسل ماب وباد بيكسل ماب اللي عملهم وضعهم في هالمكان. والان عندي هذا الهيدروجين الفا والاكسجين والسولفر. فالهيدروجين الفا الأكسجين والسولفر. فخلونا نشوف النتيجة الآن، شو راح تكون الصورة. ملاحظين الصورة هذه شلون صارت؟ يعني صراحة صورة جميلة. خلونا نخزن الصورة هذه. انا راح اصوب فقط هذه الصورة حتى يعني اختصار بس للوقت. الان هاي الصورة اول شيء راح نقصها. هذه الآن الصورة اللي صورناها، صراحة صورة جميلة جدا. خلونا الآن نزيل التلوث اللي فيها. باقي العمليات كلها نفس كل مرة يعني. راح نزيل التلوث بالصور. بعدها راح نعدل على ألوان النجوم. الآن بعد ما أزلنا التلوث راح نعمل لها كالبريت ستار كلر. راح نعدل ألوان النجوم. راح أخذ المنطقة الوسط هذه كلها
الآن لاحظ الألوان الجميلة طلعت بالصورة، لاحظينها شلون جميلة الصورة صارت. لاحظين شكل السديم شلون صار عجيب. هذا بفضل ان احنا اضفنا الصور السنة اللي فاتت على صور هذه السنة، فاعطانا الوان افضل. لاحظين اعطانا الوان افضل بكثير. شيء عجيب صراحة. لاحظين الألوان شلون صارت حلوة، بس أنا برجع أسويها. أنا برجع الألوان مثل ما كانت قبل. لان الالوان هي تقريبا انا اشوف انها هي افضل شيء. نضغط اوكي، سيب الصورة. لاحظين السديم الان شكله جميل، جميل جدا يعني صراحة. انا اخزن هذه الصورة لانها وايد حلوة، وبعدين نبدأ نخفف النجوم. انا هذا ماني فاهم شيء، هذا دي بي اي هذا شنو؟ ماني فاهم، ماني قادر افهم هذا شنو يعني دي بي اي. الآن خلينا نخفف النجوم. جميلة جدا إن شاء الله. خلينا نخفف هذه ال خلينا نخزن هذه الصورة، أنا صورة جميلة جدا.
حاطين كثر عدد كثرة الألوان في الصورة. يعني الآن يعني راح يظهر لنا الأكسجين 3 اللي في الوسط، هذا الأزرق، هذا الأخضر الأكسجين 3، والبني هذا والأحمر هو الهيدروجين ألفا. خلينا نشوف الصورة الآن. هذه هي الصورة الآن، هذه خفف من النجوم وهذه مع النجوم. خلينا نروح حق على الفوتوشوب، نبدأ نعدل الصورتين. راح نعمل يعني معالجة سريعة جدا. أنا الصورة أصلا هي جميلة، ما تحتاج يعني إن احنا نتعبث فيها كثير، يعني هي نفسها جميلة الصورة أصلا. والله ما تحتاج شيء أصلا، بالمرة ما تحتاج شيء. هذه الصورة ما تحتاج أصلا تدل عليها نهائيا يعني. هذا كافي، صورة جدا جميلة، ما يحتاج أصلا واحد يعني يتعبث فيها أكثر. لاحظين شلون حلوة هذا، بس أنا حبيت يعني أبين لكم بس يعني شنو معنات إن إحنا نضيف، أو كيف الطريقة اللي إحنا نضيف سيزن 1 وسيزن 2. طبعا أنت ممكن تصور سيزن 1 و2 و3 و4، يعني تحتفظ بالصور اللي عندك، مثلا مات السنة اللي فاتت واللي قبلها ومات هالسنة ومات السنة الجاية. ممكن يعني تصور عندك يعني بالبرنامج حاطين لك ليه تقريبا 6 سيزون أو 7، فأنت ممكن إنك تجمع صور حق 6 7 سنوات أو 6 7 مرات أنت صورت هذا السديم في أكثر من مرة. لكن أهم شيء إنك أنت تحتفظ بالفلات، أهم شيء إنك تحتفظ بالفلات وتحتفظ بالدارك والبايز، لأن هذا ضروري جدا حق تنظيف الصورة من يعني من حبات الغبار اللي تكون على الشاشة أو العدسة يعني أثناء التصوير. وهذا أهم شيء إنك تحافظ على
على هذه الفلات والدارك، وملاحظين الآن الألوان شلون حلوة حق السديم هذا. هذا راح تكون إن شاء الله صورة الغلاف، صورة الفيديو اللي راح أخلي على اليوتيوب. أنا بس أخزن الصورة، تلاحظون أنا ما عدلت عليها كثير يعني نهائي، تعديل جدا بسيط. السبب ان هي الصورة جميلة جدا، بسبب ان احنا يعني عدد كبير جدا من الصور يعني حق سنتين كاملين، ممكن احنا نصور بعد مرة ثالثة ونضيفهم نحط سيزون 3، تطلع بعد الوان او اجمل بعد. هذا كل شيء، شاكر لكم، السلام عليكم.